الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. كشف موقع إكس بيتيشن العالمي الذي يعنى بتصنيف دول العالم أن العاصمة العراقية بغداد أغلى في تكلفة المعيشة من العاصمة السورية دمشق بنسبة 281%. ويقارن الموقع في تصنيفاته بتكاليف المعيشة بين دول العالم والمدن بالاعتماد على أسعار المأكل والمسكن والملبس والمواصلات ومستحضرات العناية الشخصية والأنشطة الترفيهية. ووفقا لأحدث تصنيف نشره موقع للعام الحالي 2021، فإن ما يدفعه السكان في بغداد من مبالغ على الطعام أعلى بنسبة 204% مما يدفعه السكان في دمشق. وأضاف الموقع أن سكان بغداد يدفعون على السكن أموالا أعلى بنسبة 397% مما يدفعه السكان في العاصمة دمشق. أعلن سوق العراق الأوراق المالية عن تداول 171 مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 115 مليار دينار خلال شهر أيلول الماضي. وقال السوق إن عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الشهر الماضي بلغت 58 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 24 شركة لاختلاف الأسعار المعروضة عن المطلوبة من قبل المستثمرين. وأضاف السوق أن عدد الأسهم المشترى من المستثمرين غير العراقيين بلغ 1,885,000,000 سهم من خلال تداول 15 شركة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 19,045,000,000 سهم من خلال تداول 13 شركة. أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال 20 شهراً في أيلول الماضي. وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم ارتفع إلى 6.6% على أساس سنوي من 5.7% في آب، وبلغ التضخم مثل هذا المستوى المرتفع آخر مرة في يناير 2020 عندما سجل 7.17%. كما رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود المحلية في مراجعة ربع سنوية للأسعار يوم الجمعة، مما يشير إلى زيادة محتملة في أسعار أخرى لاحقا. هذا وقال وزير النفط الإيراني جواد أوتشي إن إيران تعتزم عرض مكثفات النفط والغاز على أي مستثمر مقابل سلع أو استثمارات في رأس المال في قطاع الطاقة المتضرر من العقوبات الأمريكية. أضاف أوتشي أن الوزارة سترحب بالاستثمار في صناعات المنبع والمصب في إيران مقابل النفط أو المكثفات دون أن يحدد ما إذا كانت المبادرة تستهدف المشترين المحليين أو الأجانب. وتفرض واشنطن حظرا فعليا على صادرات النفط الإيرانية، وتراجعت المبيعات منذ عام 2018 عندما انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق. كذلك ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى لتواصل مكاسبها على مدى عدة أسابيع، حيث ارتفع سعر خام برنت دولاراً و32 سنتاً بنسبة 1.61% ليصل إلى 83 دولاراً و71 سنتاً للبرميل بعد أن ارتفع بنحو 4% الأسبوع الماضي. وصعد النفط الأمريكي دولاراً و59 سنتاً بنسبة 2% ليصل إلى 80 دولاراً و94 سنتاً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2014. إلى اللقاء.